المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح مسائل الجاهلية. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الشيخ رحمه الله: من أجل هذه المسألة تفرق الناس إلى مسلم وكافر، وهذا يعني أن من أشرك بالله جل وعلا صالحا أو غير صالح فإنه كافر بالله، كافر لا نتوانى عن إطلاق الشرك عليه ولا إطلاق الكفر عليه، لأنه ما دام أنه مشرك بالله جل وعلا فعل الشرك فإنه يطلق عليه أنه مشرك كافر. لكن الشرك الذي يطلق عليه لا تستباح به أمواله ولا يستباح به دمه، بل ذلك موقوف على البيان، موقوف على الدعوة، لابد من البيان والدعوة قبل الاستباحة، لكن الحكم عليه يحكم عليه بأنه مشرك، وترتب عليه أحكام الكفار في الدنيا، لكن لا يشهد عليه بأحكام الكفار في الآخرة، يعني بأن له النار وأنه من أهل النار، حتى نعلم أنه رد الحجة الرسالية بعد بيانها له، بعد أن أقامها عليه أهل العلم، أو أنه قاتل تحت راية الكفر. هذا يقول: فهمت منكم في الدرس التالي أن من فعل الشرك يطلق عليه لفظ الشرك تعيينا، يطلق عليه لفظ المشرك تعيينا، ولكن لا يستباح ماله ودمه وعرضه، وإنما يعامل معاملة الكفار حتى تقام عليه الحجة الخاصة، فهل هذا هو المقصود من قولكم؟ الجواب نعم، هذا الكلام صحيح.